السلام عليكم طلاب مرحلة ثانية. اليوم راح نبدي نشرح موضوع البفر. البفر وشنو استخداماته بالصناعات الصيدلانية. البفر بصورة عامة هسه بهاي المحاضرة راح اقسم لكم اياها الى قسمين. قسم اشرح به الموضوع الشرح مال المحاضرة، والقسم الثاني راح يكون المسائل. فحتى ما تتخابطون، اول شيء حيكون ريكورد اللي هو الفيديو مال الشرح، وبعدين الجزء الثاني راح اشرح لكم به المسائل مال هذه المحاضره. خلني نبدي اول شيء بجزء الشرح مال المحاضره مال بفر. البفر شنو تعريف البفر وشنو استخداماته؟ خلني نجي على تعريف البفر. البفر انتم ماخذيه قبل، بس خلي اعطيكم اياه بطريقه ابسط. البفر الديفينيشن مالته، التعريف، a buffer solution contains a weak acid mixed with its conjugate base. زين. A buffer solution contains weak acid mixed with its conjugate base. أو بالعكس. Weak base conjugate with its conjugate acid. زين. خلي أسهلكم كلمة conjugate. خلي أسهلكم إياها. خلي أعطيكم إياها بصورة أبسط. خنقول البفر هو weak acid mixed with its salt. الملح مالته، الويك اسيد ويا الملح مالته، او الويك بيس ويا الملح مالته، اتس سولت. هسه راح افهمكم اياها بصوره ابسط همينه. شنو هو هذا؟ شلون تصنع البفر؟ بصوره بسيطه، البفر تصنع تجيب الويك اسيد، ويك اسيد ويا مالته الملح، او الويك بيس ويا مالته الملح. خلني اجيكم مثلا مثال بسيط. ويك اسيد مثلا الاسيتيك اسيد، هذا تشوفون هنا الاسيتيك اسيد ويا الصوديوم اسيتيت. شنو حاط له؟ صوديوم اللي هو الجزء الملح مالته، هو نفسه الويك اسيد نفسه باعه، حتى الستراكشر مالته نفسه، بس شنو ضاف له؟ ضاف له الملح مالته. انت من ضفت الملح مالته سويت مالته السولت اللي هو الكونجيجيت بيس، الكونجيجيت ويك اسيد والكونجيجيت بيس. انت بصوره عامه صناعته هو تحتاج الى ويك اسيد ويا اتس سولت، هي نفس الكلمه كونجيجيت بيس اللي هي نفسها معناها مالت السولت. السولت هو الصوديوم، شوف هو الصوديوم، هو مو السولت، هو الملح. فانت ضفت الملح مالته ويا الويك اسيد قدرت تتكون بفر. زين، خلي اشوفكم شنو اهميه البفر. فشي بسيط، هسه انت طلاب بشي بسيط، جيب بيور ووتر، هذا تشوفون هنا، جيبوا بيور ووتر يعني ماي نقي، وجيبوا بنفس الوقت هيومن بلاد اللي هو دم الانسان، جيبوا مثلا لتر من دم الانسان ولتر من ماء صافي، جيبوا لترين. زين، لتر قصدي واحد لتر منفصل مي ولتر دم. زين، لتر المي هو البي اتش مالته 7، واللتر مال بلاد، احنا ترى الدم مالتنا هو عباره عن بفر، هو البي اتش مالته 7.4، البي اتش مال هو دمنا هو ابسط مثال على البفر. لعد تتخيل ايش قد مهم صناعه الادويه وصناعه الانجكشنز وصناعه، يعني انت شلون لازم تواكب البفر مال بادي. هو جسمنا عباره عن بفر، البلاد هو البي اتش مالته 7.4، هو لا اسيد لا بيس. فانت تخيل، هو تقول دكتور انا ليش داقه هاي المحاضره؟ هذه المحاضره تطبيقات، لان يعني هو جسمك عباره عن بفر. فانت من تنطي بالمستقبل دواء لازم تراعي البفر مال الجسم، سواء بالستومك او بالسلايفا، يعني انت لازم تراعي البفر. فالبفر شيء جدا مهم بالصناعه الدوائيه، جدا مهم. زين، خلينا نرجع لموضوعنا. جيبوا لتر من البلد وجيب لتر من المي. زين، البلد خلي ارجع، البفر ريزيست تشينج ان بي اتش وين سمول اماونت اوف ا سترونج اسيد اور بيس ادد. يعني شوفوا مهمه البفر ريزيست، شنو معنى كلمة ريزيست؟ يقاوم التغير. زين، البلد مالتنا الدم هو بفر، بس المي هو مو بفر. فانت جيب 0.01 مول من ال HCl، يعني ال HCl هو strong acid، يعني هو ما يعني حامض، فشي كلش حامضي ال HCl. من ضفت 0.01 للووتر، شوفوا الصابي تغير مالته ال pH من 7 to 2، ما قدر يسوي resist. باعوا هاي كلمة resist، المي ما قدر يسوي resist، خلاه رأسا نزل بسمول اماونت. انت ضفت اماونت 0.01 مول،
نزل من 7 إلى 2. بينما جيب البلد، جيب الدم، فدلته دم من جسم الإنسان، أضيف لنفس الكمية ضفتها الواتر 0. شوفوا ما حيصير تغير بالبي اتش من 7.4 إلى 7.8، يعني أنت ما صار أي تغير، ما صار تغير، يعني ما صار تغير بالريزيست، قاوم، قاوم التغير إذا ضفت وين أد سمول أمار من السترونج أسيد. فده أنتم تتخيلون يعني شوفوا شلون نزل المي إلى 2 بينما البفا. وهاي كذلك تطبيقاته بالصناعة الدوائية وبجسم الإنسان، هسه راح أجيكم إلها بالسلايدات الجاية. فخي أعيد لكم إياها، بافرز ريزيست، يقاوم تشينجز، التغيرات in pH when a small amount of strong باعوا strong يعني strong acid or strong base added. أعطيتكم هاي التجربة أبسط مثال على مقاومة الدم إلى الـ HCl مقارنة بالووتر اللي هو مو بفر. زين، بالنسبة للبفر سوليوشنز، البفر سوليوشنز راح تشوفون البفر سوليوشن أنت شلون تصنعها. استو نحن حكينا weak acids with its conjugate base، أو خلي أسهل لكم إياها weak acids with its salt، مثلاً acetic acid وحط الملح مالته اللي هو هذا الصوديوم، هو هذا ملح، تذكرون يعني تعرفون الـ NaCl هو ملح، فالصوديوم هو صوديوم هو الملح مال الأسيتيك أسيد، فأنت قدرت تسوي بفر، أو هذا نسميه هذا الـ هذا بفر، أو عندك البفر اللي هو يتكون من ويك بيس، من مالته الويك بيس with its salt، مثلا الأمونيا، الأمونيا هي ويك بيس، شنو السولت مالتها؟ الـ Cl هو الملح مالتها، اللي الأمونيوم كلورايد هو هذا الملح مالتها. فانت شلون تصنع بفر سوليوشن ميكستشر من ويك اسيد وذ اس كونجيجيت او ويك بيس وذ اس كونجيجيت اسيد، اللي هو احنا الكونجيجيت معناها سولت. فانت من اقول لك شلون تصنع البفر، حتقول لي دكتور البفر هو ميكستشر، اسوي ميكستشر بين الويك اسيد والاس سولت، او الويك بيس والاس سولت. وها هي امثله عليها، مثلا الاسيتيك اسيد ويا الصوديوم اسيتيت، الصوديوم انت بنخلي الصوديوم صار شنو، صار ملح، والأمونيا ويا الأمونيوم كلورايد. زين، بالنسبة للبفر وتطبيقاته اليوزز مالته، البفر بايولوجيك، هسه احنا قلنا احنا جسمنا هو بحد ذاته بي بفر، مثلا السلايفة اللعاب هو بفر، الستومك المعدة هي وسط حامضي، البلد هو وسط متعادل، البلد مالتنا استونا حكيت لكم اياه هو 7.4. بس شوفوا باعوا، شوفوا تخيلوا، شوفوا أهمية هاي المحاضرة لكم، باعوا if the pH of blood صار يعني varies by 0.5، يعني صار بيتغير إلى تقريبا 0.5، راح lead إلى unconscious أو يسوي unconsciousness اللي هو مثل ما نقول الكوما أو الفقدان الوعي. فهاي تخيل انت تغير الـ pH فقط 0.5، شون ممكن تأثر على الـ human أو الـ biological. most enzymes work based particularly بالـ pH value، يعني عندنا بالستومك مثلا الانزيمز يعني ما يصير الميتابوليك إلا بالوسط الحامضي، بالبلد احنا لازم يكون وسطها قاعدي، قصدي عفو مو قاعدي يعني وسط متعادل اللي هو 7.4. فانت تخيل هذه حتى ابلخص لك اياها، جسمك احنا جسمنا هو عباره عن بفر، الدم هو بفر، اللعاب هو بفر، الاستومك هي بفر، هاي كلها بفرات انت لازم تراعيها بالصناعه الدوائيه. زين، الشامبو مرات شلون اقول لكم، نخلي له البفر سوليوشنز بالشامبو. ليش؟ لان الشامبو كلش قاعدي كلش قاعدي، فيسوي irritation، يسوي تخدشات. فإحنا حتى prevent the irritations مرات الشامبو يكون ببفر. البيبي لوشن راح تشوفوه بس يعني بالصيدليات الـ pH مالته تقريبا يكون 6. ليش سوينا الـ pH مالته 6؟ حتى يصير prevent للبكتيريا growth. وأعطيك بعد أمثلة على البفر، مثلا الـ eye drop، الواشينج باودر، مني كلها أمثلة أنت تحتاج تخليها بـ pH معينة. لازم أنت كصيدلاني تنجح أنه تحطها في pH معينة حتى تكون مناسبة لجسم الإنسان.
زين هسه هاي اعطيتو لكم البفا وشون شنو وابسط مثال هو جسم الانسان بدكم هو عباره عن بفا من خلال البلاد او مالت اللعاب السلايفا او الاستومك زين بالنسبه هسه نجي الى البفا سوليوشن هاي فد شغلات جدا بسيطه لكم الاسيديك بفا انتم اكيد تعرفوها البي اتش اقل من 7 يعني انتم اكيد ما فيها قبل البي اتش الاسيديك بفا وعندنا الكالاين بفا الالكالاين بفا البي اتش اعلى من 7 زين وهذا هو مثلا البيولوجيكال سيستم اللي هو البلاد انا قلت لكم عليه سابقا انه هذا ابسط مثال للبفا هو البلاد ايش قد البي اتش مال البلاد هي 7.4 فالاسيديك بفا هو بي اتش اقل من 7 والالكالاين بفا هو بي اتش اعلى من 7 نعم زين هسه نيجي هنا اعطيكم فتشي بسيط بالاسيدز والاسيد والبيس البفا الاسيديك بفا عند الاسيدز هي التندنسي انه يعطي بروتون بصوره عاليه الستونج اسيد يعطي بروتون تشوفون البروتون يعطي التندنسي مالته بصوره عاليه بينما الويك حتى دا افهمكم شنو ويك اسيد وويك بيس الويك اسيد يعطي التندنسي مال اعطاء البروتون اللي هو هذا الاتش 3 او يعطيها بصوره اقل يعني ما عنده التندنسي او القابليه انه يفقد البروتون مثل الستونج حتى ابسط لكم اياها منو الى قابليه او تندنسي لفقدان البروتون الستونج اتش سي الستونج اسيد والويك اسيد راح تقول الستونج الاس سي ال الى قابليه تندنسي انه يفقد البروتون بصوره اسرع او اقوى من التندنسي مال ويك مثلا سي اتش 3 سي او او اتش مال ويك اسيد راح التندنسي مع السهم يروح ويجي بينما هنا السهم رايح فقط هاي تعرفوها بالكيمياء انه شلون الى التندنسي مال فقدان البروتون وكذلك بالنسبه للبيس البيس السترونج بيس الى قابليه تو اكسبت انه ياخذ بروتون اقوى من الويك بيس فهذه هي فتشي بسيط جدا كيمياء انتم ماخذين ان شاء الله بالكيمياء انه شنو معنى سترونج اسيد وشنو معنى ويك اسيد وشنو معنى سترونج بيس وشنو معنى ويك بيس سترونج اسيد الى قابليه يفقد بروتون تندنسي قابليه للفقدان اقوى او القوه او يكون اسرع او اكثر الى قابليه من الويك اسيد وكذلك بالنسبه للبيس اللي هي قلنا قابليه على الاكسبت زين هسه راح نجي على البي اتش شباب شوفوا طلاب البي اتش شنو معنى كلمه بي اتش بي اتش هو معناها انت من يجيك كلمه بي اتش هي عباره كالكوليشن او ماثماتكس او رياضيات هي عباره عن نيجاتيف لوج الى تركيز البروتون نيجاتيف لوج الى تركيز منه البروتون انتم مرات تشوفون البروتون نامزله الى اتش بوزيتيف ومرات تشوفون نامزله الى اتش 3 او بوزيتيف راح افهمكم هي نفس الشيء ترى هو القابليه على فقدان يعني البي اتش شنو معنى كلمه بي اتش بس يجي بي اتش يجي راسا ببالك دكتور هذه نيجاتيف لوج راسا بدون نقاش بي اتش هو نيجاتيف لوج المن لتركيز البروتون زين معناها عندنا علاقه عكسيه خليني اناقشكم بها هل هي صدق علاقه عكسيه ولا لا طلاب اذا عندك لو بي اتش معناها تركيز البروتون عالي وناصي لو بي اتش فاليو كوليت تو هاي كورسبوندنس اوف اتش زين واذا معناها تركيز الحامض هسه خلي اجيكم المعده مالتك هي اسيد لو بيس اسيد معناها لو بي اتش لو هاي بي اتش الاسيد هي لو بي اتش لو هاي حتقول لي دكتور لو بي اتش المعده هي لو بي اتش معناها تركيز البروتون عالي صحيح لان بيها المعده بيها اتش سي ال لها بيها وسط حامضي لها قابليه على فقدان البروتون لذلك نعتبرها كلو بي اتش فاحنا شرحنا شيء لو بي وبالعكس اذا وسط قاعدي الهاي بي اتش معناها عندك لو كونسنتريشن من البروتون لان قلنا الحامض فقط الى قابليه على انه يعطي البروتونات فابسط مثال المعده اللي هنا انا فهمتكم عليها انه هي علاقه عكسيه واحنا قلنا البي اتش هي نيجاتيف لوك الى
التركيز البروتون. البروتون اللي هو فاقده هنا. زين خلينا نجي على السلايد الوراء. هذه كلش سهله. If the concentration is higher than material is acidic with the base معناها ال OH concentration هاي كلش واضحه. احنا قلنا ال HCl الاسيد الى قابليه على فقدان البروتون، فانت من دا يفقد البروتون معناها هي اسيدك، واذا دا يكتسب او قابليه على if the concentration مال الهيدروكسيل معناها بيس. هاي شغلات كلش بديهيه وكلش بيسك. السبعه اذا انا اقول لك ال pH 7 حتقول لي نيوترال، الاسيد pH اقل من 7 والبيس pH اعلى من 7. هاي كلها اشياء بديهيه وشلون اقول لكم يعني بيسك ماخذيها قبل. الاسيد هو مثلا الى قابليه على ريليز البروتون اللي هستونا شرحناها، ريليز يعطي، بينما البيس الى قابليه على اكسبت للبروتون. وهاي كلها مصطلحات بسيطه جدا وبيسكس. خليني نجي على اللي بعدها. تشوفون انتو طلاب اكو عندنا انديكيترز، مرات احنا عندنا واقع مال لون هي تبين لك الوسط. مثلا انت جبت وسط حامضي وحطيت بيها هاي الواقع، الواقع اذا اعطتك لون احمر معناها الوسط حامضي، الواقع اذا اعطتك لون اخضر معناها وسط متعادل، واذا اعطتك لون ازرق معناها هو هذا وسط قاعدي. فمثلا اذا عندك عندك احماض المعده اكيد راح تعطيك لون احمر، بينما الدم ما راح يعطيك لا لون احمر ولا لون ازرق، الدم راح يعطيك لون اخضر اللي هو النيوترال. زين فهذا هو اللي نسميه البي اتش انديكيتر بهذه بالاوراق، او عندنا همينا بي اتش باراميتر، ذاك ميتر الكتروني ديجيتال تحطه ويبين لك البي اتش. فهاي احدى الطرق لصناعه لمعرفه درجه البي اتش بالوسط مالته. زين فهذه هم يعني نرجع، هاي كلها شغلات يعني بسيطه. قلنا النورمال بي اتش هو بين 7.3 الى 7.4. عندنا امراض متعلقه بالبي اتش. الاسيدوسيس، من تسمع اسيدوسيس هذا معناه مرض ناتج عن ابنورمال لو بلازما، abnormally low plasma، هذا نسميه acidosis. الالكيلوسيس abnormally high plasma. فانت عندك البي اتش شوفوا هو هاي راح تجيكم بالفارماكولوجي بالفيزيولوجي او بالباثولوجي بالامراض، من تسمع acidosis او الكيلوسيس او اسيديميا او الكيليميا هذني كلهن انهن علاقه بالبي اتش، وانت واجبك انه تسوي ادجستمنت للبي اتش او ترجع البي اتش الى وضعه الطبيعي. واجبك كصيدلاني بالصناعه الدوائيه من تعالج هيك امراض مثلا اسيدوسيس الكيلوسيس او هاي المصطلحات، هذا التيرمز الميديكال تيرمز من نشوفها، هاي كلها لها علاقه بالبي اتش. لا عاد تخيل هذا موضوعك ايش قد مهم بالامراض وبالصناعه الدوائيه. على سبيل المثال الاسيدوسيس هي لو بلازما، الالكيلوسيس هي هاي بلازما، الاسيديميا اني اسالك ايش تتوقعها؟ البي اتش عاليه نوناسيه، ايش تتوقعها انت هسه كطلاب؟ اني اسالكم سؤال اسيديميا، انت راح تقول لي دكتور هاي البلازما معناها البي اتش مالتها ناسي، هي اسيدك يعني البي اتش ناسيه، بينما الالكيليميا لا دكتور هذه البي اتش مالتها عاليه. فخلينا نكون احنا متفقين على هذا الكونسبت مال بي اتش واهميته بالباثولوجي والفارماكولوجي وبالصناعه الدوائيه. هذا فشيء جدا بسيط. طبعا هذه البرايمري ديستربس والسكندري ديستربس انتم ما مطالبين بها، هذه البرايمري هذه راح تاخذوها بالباثولوجي، بس اريدكم تفتهمون هنا الاسيدوسيس. هسه انا اقول لك انت بالمستقبل حتشوف واحد عنده ميتابوليك اسيدوسيس، ايش تتوقع؟ البي اتش ناسيه لو عاليه؟ انا دا اسالك هسه سؤال، حتقول لي بما انه اسيدوسيس فهي بي اتش ناسيه، من اسمها اسيد البي اتش ناصي. زين الكيلوسيس ميتابوليك، انت شفت باكر عقبه بالمستشفى واحد عنده ميتابوليك الكيلوسيس، انت ايش راح يتخيل ببالك؟ راح تقول لي دكتور هذا البي اتش مالته عاليه. ريسبيراتوري اسيدوسيس، راح تقول لي دكتور انا هذا اتوقع مالته البي اتش ناصي. والريسبيراتوري الكيلوسيس البي اتش مالته عالي وعلاقه عكسيه مع تركيز اللي هو احنا قلنا هي نيجاتيف لوك للهيدروجين للبروتون، فانت راسا هي علاقه عكسيه. فاني دا احط لك هاي دا اوضح لك اهميه هذه المحاضره بالباثولوجي بالامراض
وبالأدوية، وكذلك في الصناعة الدوائية موضوع الـ pH، وانت تعرف شنو معنى acidosis، شنو معنى alkalosis، وشنو معنى الأسيدين وذني المصطلحات اللي كليتها احنا شرحناها بالإنها علاقة بالأمراض. زين عفو، هنا equations شباب، المعادلات الرياضية كلها راح اشرح لكم اياها في سلايد منفصل، بس حتى شوية انبهكم عندي اني اسعفكم منها هسه، هذا هو هذا التعريف البسيط، بس اني اريد منكم هذه هنا بصورة ابسط. اعطيتكم اربع قوانين وياها اثنين توتال، عندك ست قوانين راح اشرح لكم اياها في محاضرة منفصلة. زين هاي راح اشرح لكم اياها بمحاضرة منفصلة، هسه بس اخلص الشرح، عايدك تفتهم شرح اول شيء بعدين اوديك للمسائل. عندنا اخر شيء بالشرح هو البفر كاباسيتي. طلاب انا هستوني قلت لكم البفر هو able to resist، يعني يقدر يقاوم الكونسنتريشن مال HCl low، وعطيتكم تجربة بين المي وبين البلد. بس شنو معنى بفر كاباسيتي؟ بفر كاباسيتي is the quantity of strong acid or base that must be added to change the pH. هو شباب يعني انتو خليكم ببالكم، انا صحيح قلت لكم الـ pH resist، هسه جيبوا دم وحطوا به قطرة HCl، الدم ما حيتغير الـ pH مالته، small amount of HCl، ضيفوا قطرتين همين احتمال ما يتغير، بس من تضيف ثلاث قطرات، اربع قطرات، خمس قطرات، لا بعد ما يستحمل يقوم يتغير، هذه نسميها البفر كاباسيتي، الكمية اللي تضيفها تظل تضيف قطرات مال HCl للدم الى ان ما يتغير الـ pH، يقوم بعد ما يقرأ 7.4 يقوم يقرأ لك يعني يبدي ينسى، يبدي يقرأ بمكان ما 7.4 نزل 1 يونت، باعوا نزل 1 يونت، نزل 6 مثلا، من بدا ما يحافظ على مالته النيوترال، الدم بدا ما يحافظ، هذه نسميها البفر كاباسيتي، معناها قام بعد ما يستحمل، انت تضيف كمية من الأسيد يقوم بعد ما يستحمل يبدي ينزل 1 يونت، فهذه نسميها البفر كاباسيتي، إلها قانون، هذا قانونها راح أفهمكم إياه. هنا أنا جايب تجربة، جايب بفر بدا يضيف له مثلا، خلينا نقول هو بفر بدا يضيف له HCl على سبيل المثال، ضاف قطرة ما تغير، ضاف قطرتين ما تغير، ضاف ثلاث قطرات ما تغير، ضاف اربع قطرات لا نزل 1 يونت، نزل من 7 الى 6، هنا توقف تقول هذا هو كمية البفر كاباسيتي، لحد هنا بدا قام ما يتحمل اكثر اضافة HCl ونزل 1 يونت. زين شباب هذا هو البفر كاباسيتي. عندنا مسألتين البفر كاباسيتي، عندنا هنا هسه اشرح لكم اياها البفر كاباسيتي، وعندكم الماكسيمم بفر كاباسيتي، هاي هي مسألتين اشرح لكم اياها قانونيا، اشرح لكم اياها بفيديو منفصل. زين هذه هسه اشرح لكم اياها بفيديو منفصل القوانين حتى ما اخابطكم، ايدكم الشرح تركز يعني تفهموه، من تفهمون الشرح راح اجيكم على المسائل، عندي ست قوانين راح نبدي نشرح المسائل. زين شباب بالنسبه للايزوتونيك سوليوشنز انا طلبت من عندكم تقرير تسلموه يوم 1/3، ممثل المرحله مشكورا سوى لنا جروب خاص انه تسلمون بيها التقارير، انتوا لا تتقيدون، انا كاتبه من 3 الى 6 صفحات، بس انتوا يعني دائما يسالوني 6 صفحات، هي تعتمد على حجم الكتابه او شيء، فانت خليك يعني فاهم، بس اهم شيء اريد كل طالب يدز لي تقرير واحد، ويكون التقرير يكون بصيغه PDF من 3 الى 6 صفحات بهذا الجروب الخاص مالته، واخر يوم التسليم هو 1/3. اخير شيء اريد افهمكم به انه دائما احنا مثل ما تعرفون اني الرفرنس مالتي هو يكون من مارتن، وأريدكم تركزون طلاب همينة إنه تشوفون شون مثلاً بالايزوتونيك سوليوشنز من السمون التقرية، يعني أنت بصورة عامة من تحط على جروب وتعرف أنت شون تعرف أنت عندكم إكسبيرينس أو خبرة، أخذت خبرة من 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 التقارير من السنة الماضية. شباب أنا لهنا أنا خلصت شرح البفر، هسه راح أبدي بفيديو جديد هو نفس المحاضرة لكن إلى المسائل. الله يوفقكم طلاب.